احتفل الفنان أحمد مجدي بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى نهى خطاب، ليتم تداول مقطع من هذه المناسبة السعيدة للعروسين وهما يرقصان مع إيقاع الموسيقى. ولفت نظر الجمهور في المقطع المتداول لحفل زفاف أحمد مجدي حركات الراقصة التي بدت غريبة وطريفة، مما دفع الكثيرين للتعليق عليها مؤكدين على أنه عريس يتمتع بخفة الظل. وظهر أحمد مجدي وعروسته مع أصدقائهما وهما يرقصان على إحدى أغنيات المهرجانات ومع إيقاع الأغنية، واندمج العريس وأخذ يرقص بطريقته الخاصة التي جاءت فيها النهاية الطريفة، وخاصة أن والده المخرج مجدي أحمد شاركه الرقص. تفاعل محبي أحمد مجدي مع مقطع زفاف الراقص يؤكدوا أن السعادة تبدو واضحة عليه وحركاته لافتة وطريفة للغاية. كما خطف الأنظار أن الفنان المصري اختار بدلة بيضاء عوضا عن البدلة الكلاسيكية السوداء المعروف ارتداء في مثل هذه المناسبات. وكان أحمد مجدي عقد قرآنه على عروسته في شهر يوليو الماضي، يتم تداول صورتين من المناسبة بعد أن نشرها المصور حسن أمين على حسابه على انستجرام مباركة للعروسين على الارتباط. شاهدوا معنا الصور والفيديو.